البرهان في إعجاز القرآن. رحلات الفضاء. ينخفض الضغط الجوي بسرعة كلما ارتفعنا في الفضاء، وخاصة إذا كان الارتفاع مسرعا وتجاوز 3 كيلومترات أو أعلى، مما يسبب صعوبة في التنفس وضيقا في الصدر. عبر عنه القرآن المعجز في الآية: فمن يرد الله أن يهدي ويشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. والصعود في الفضاء يخل بتوازن العينين، فتهتز المرئيات كما تهتز بالثقل المبين، وذلك ما لمسه رواد الفضاء فعلا عندما خرجوا من الكبسولة الفضائية في تجارب السباحة في الفضاء. أليس معجزا أن يقرر القرآن ذلك في الآيات؟ ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. رغم أن القرآن الكريم وحي خالق السماوات والأرض، يقرر أنه قد يكون في وسع الإنسان من حيث المبدأ أن ينطلق في الفضاء بإذن الله متى آتاه الله السلطان، أي القدرة اللازمة من طاقة وتقنية. يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. إلا أن هذه الآيات أيضا تنبه إلى الأخطار التي يواجهها الصاعد في الفضاء من شهب ونيازك صلبة منصهرة وأشعة حارقة ومدمرة، كالأشعة النووية عامة والأشعة الكونية خاصة. تلك الأخطار التي لم يدركها البشر قبل عصر الفضاء. ومن ناحية أخرى، فإنه مهما وقى الإنسان نفسه من هذه الأخطار، فهناك استحالة علمية للابتعاد في الفضاء أكثر من مسافة سنين ضوئية تتناسب مع عمر البشر المحدود، لأنه طبقا للنظرية النسبية لا يتجاوز جسم مادي سرعة الضوء. فلو انطلق إنسان بسرعة الضوء جدلا وقضى عمره كله في هذه الرحلة وعاش 100 عام، فإنه لن يتجاوز 1/1000 من قطر هذه المجرة، فما بالك بأقطار سماوات الكون وما بها من بلايين المجرات.